هي إرادة حياة، إرادة انتصرت على مرض السرطان وسجلت اسم رزان حسن في قائمة المتفوقين في جامعة ذي قار. الشابة التي عانت آلام المرض غالبا ما يفتك بصاحبه، وحولت قصة المعاناة إلى رسالة ماجستير نالتها بتقدير جيد جدا. صعوبة الدراسة وصعوبة المرض عانيت هواي، لأن كانت محاضرات ساعتين، وأنا كنت من أعراض المرض إنه ما أقدر أقعد هواي، ألم ظهري وألم بطني. بس الحمد لله والشكر تغلبت على هاي الصعوبات ونجحت المرحلة التحضيرية. بلشت المرحلة البحثية، إنه كتابة الرسالة هي كانت هم مرحلة كلها صعبة، إنه لازم أطلع ولازم أروح يعني سفر خارج المحافظة، ألتقي بدكاترة، أجمع مصادر. كنت بوقتها أخذ كيمياوي. الأسبوع اللي أخذ بكيمياوي كنت ما أقدر أطلع نهائياً، كنت وضعي ما يسمح له أني أتعب كلش. بس وراء الأسبوع لأنه أتواصل ويا دكاترتي، لكن دكاترتي بهاي الفترة أبد ما تركوني. والد رزان الذي روى رحلة معاناة ابنته للفلوجة يطالب الجهات المختصة بتعيينها بشهادتها، حيث أنها تخرجت من الأوائل على جامعتها في مرحلة البكالوريوس، وتقديرها عال في مرحلة الماجستير رغم رحلة علاج صعبة مزجت بين البحث الأكاديمي والعلاج ليكون التعيين معين لها ولطفلها. رغم المرض والحالة الاجتماعية، لكن هي وصلت لطموحها تريده. رغم ما يعني معاناة المرض والعمليات، يعني أجرت لها 5 عمليات و18 جرعة كيمياوي، لكن هنا وقفنا وياها ووفرنا لها كل شيء اللي هي تريده. يعني مطلبنا احنا الناشد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، هي خريجة بكالوريوس يعني من الأوائل، وخذت الماجستير هسه بدرجة جيدة جدا، فمطالب بس بالتعيين. يعني الشابة رزان ذات 27 ربيعا عانت من مرض السرطان، إلا أنها بطموحها الكبير قد تغلبت على الوجع لتصبه في دراستها الأكاديمية، لتطمح إلى دراسة الدكتوراه لتكون مثالا يحتذى به. من ذي قار، سعد الركابي، قناة الفلوجة.